إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كما تكلمت في الخطبة الماضية عن مورد أهل الكتاب في القرآن الكريم، وقلت أنهم ذكروا على الحالات كلها، ذكروا في معرض المدح وفي معرض الذم وفي معرض الإخبار، وقلت أن من العلامات اللغوية التي ذكرت أنه كما قال ابن قيم: إذا ذكر ربنا الذين آتيناهم الكتاب فهو في معرض المدح، والذين أوتوا نصيبا من الكتاب فهو في معرض الذم، والذين أوتوا الكتاب يغلب عليه الذم. أما اصطلاح بني إسرائيل فهي الغالب يكون إخبار تاريخي عنهم، كما وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم. ثم بينت أن القرآن عندما استخدم أو تكلم عن أهل الكتاب مدحا أو ذما، دائما ما يستخدم التبعيض، بعضهم فريق وهكذا، الذين، كل هذه صيغ تبعيضية، فالقرآن لا يعمم لأن الواقع ليس فيه تعميم. واليوم نتكلم عن خصوصية العلاقة مع أهل الكتاب كما جاءت في القرآن الكريم، كما جاءت في القرآن الكريم. لكن هناك أمر في غاية الأهمية أن نفهمه، أن العلاقة مع الإنسان، كل الإنسان، مع الناس جميعا، مشركهم كافرهم، أهل الكتاب من غير أهل الكتاب، العلاقة معهم في أصلها هي السلم والسلام والعلاقة الطيبة والبر والمودة والرحمة، هذه أصل العلاقة وقانونها العام الضابط، قوله تعالى: لا ينهاكم الله، هذه صيغة عموم ويراد بها العموم وليست صيغة عموم يراد بها الخصوص، هذه صيغة عموم ويراد بها العموم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، مش أن تحسنوا إليهم، تبروهم، هذا من أعلى درجات المعاملة الحسنة، يستخدم دائما مع الوالدين، بر الوالدين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله، وهذا من باب التخصيص وبعد العام للتأكيد على أن أصل العلاقة المودة والرحمة والبر، إلا إذا طرأ ما يعكره. ما هو الذي يعكره؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، ما قالش أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لم يقل هذا. السياق الآية حسب المفهوم العادي بتاعنا، في الأولى قالت أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم،
المفروض ان الآية الثانية تقول ايه؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، زي الآية الاولى. لا لا، لم يقل هذا، هذه دقة القرآن الكريم. قال ان تولوهم، يعني يصبحوا لكم اولياء وتصبحوا تستعينون بهم وكأنهم يعني مناصرين لكم وأنتم مناصرون لهم، لأنهم أصبحوا الآن يقاتلوكم ويخرجوكم من دياركم. إنما القسط العدل والبر مع حتى المحارب مطلوب في القرآن الكريم، العدل مع العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن هيجي للمسلم منين؟ البغض، يعني بغض قوم من أين يأتي؟ من ظلمه لغير المسلم، يعني المسلم لا يبغض أحد بدون سبب. إذن معنى ذلك أن حتى الذين نكرههم بسبب ظلمهم مطالبين أن نقيم معهم العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي البر قال ربنا في الوالدين اللذين يجاهدان ابنهما على الكفر، قال فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن انظر بقى وصاحبهما، هذا هو البر، وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن حتى لو أنهم فعلوا ما يستوجب أحيانا عدم البر والعدل، ولكن القرآن يقول لا، في كل الأحوال تبر وتقسط، لأن هذه صفة دائمة لازمة تفعل مع أي أحد. وإنما حرم التولي، حرم أن تتولاهم وهم ظالمون مقاتلون أخرجوك من دارك وظاهروا على إخراجك، أن يصبحوا لك أولياء، هذا ما حرمه الإسلام. لكن أن تبرهم، أن تقسط إليهم. وقلت في فلسفة الإطعام من قبل عندما قال ربنا سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما والثالث وأسيرا، من هو الأسير؟ الأسير رجل بالأمس كان يقاتلك، بالأمس لعله قتل منا وهو يحارب، لكن عندما أصبح أسيرا وخضضت شوكته وأصبح عوان عندنا أصبحنا نطالب مطالبين بأن نطعمه ونكرمه كما نطعم المسكين وكما نطعم اليتيم. انظروا، هذا هو الإسلام بصفحته الناصعة، سلوكياتنا، آراء بعض يعني المذهبية وغيرها، هذا ليست حجة على الإسلام. القرآن هو الحجة الأساسية على الإسلام. القرآن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، محارب، هذا محارب كان يحارب بالأمس، هذا ما نتعلمه منك. إذن أصل العلاقة هي السلام مع الناس، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، خلاص تقدرش تعمل معهم حاجة. إذن العلاقة أصلها السلام. ولذلك إحنا ما عندنا يا إخوة في الإسلام حاجة اسمها الحرب المقدسة، ليست موجودة عندنا. الحرب المقدسة ما معناها؟ هذه الكلمة نقلت إلينا من الغرب، اللي هي الكروسيد وور، اللي هي الحروب الصليبية، هذه تسمى عندهم حرب مقدسة. ولذلك ترجمة الجهاد في كل معاجم اللغة الإنجليزية والثقافات الأوروبية كلمة الجهاد عندهم الحرب المقدسة. وأنا وقعت في الخطأ قبل ذلك عندما ذكرتها دون شرح، ففهموا أني أنادي بالحرب المقدسة. ما هي الحرب المقدسة؟ هي الحرب التي تعلن باسم الله لإدخال غير أصحاب الملة، إن كانوا مسيحيين يبقوا غير مسيحيين، إن كانوا مسلمين يبقوا غير مسلمين، في دين المقاتل. يعني تعلن الحرب لتحويل الناس عن دينها إلى دينك، هذه هي الحرب المقدسة. لا يعرفون ترجمة، في كل اذهبوا إلى ديكشنارز بتاعتهم كلها واكتب كلمة جهاد هتلاقي الديفينيشن اللي طالع عليه الهولي وور على طول. والهولي وور لها تعريف عندهم خاص، وهو إخراج الناس من دينهم إلى دينك، إلى دين المقاتل. هذه غير معروفة عندنا نهائي، لا نعرف في الإسلام حرب مقدسة، بل بالعكس القرآن بين لا الصحابة ولا الرسول كانوا بيحبوه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني البعير يعني مش النفير، تكون لكم. انتوا كنتوا عايزين البعير فقط، تمام. كتب عليكم القتال وأنتم تحبونه، يعني وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكفى الله المؤمنين القتال. كل الصيغ دي هل تبين أن المسلمين يعني يعشقون الحروب؟ لا، يكرهونها، يكرهون الحروب. إذن ليست عندنا حرب مقدسة، ليس عندنا عداوة لأحد. أصل العلاقة بيننا وبين الناس، كل الناس، السلام، المودة، الرحمة، حسن الجوار، المعاملة بالحسنى. إنما نهينا أن نتولى الظالم المعتدي المقاتل لنا، وأمرنا أن نرده. ولذلك كما قلت في درس الثلاثاء أن أول آية شرعت القتال في الإسلام بيّنت هذه الآية لماذا شرع الله القتال. ليس من أجل أن ندخل أحد في الإسلام. أذن للذين ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا، حطري بعائة الممتحنة، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. صوامع ديت كما قلت في الدرس، هذه المكان الصغير اللي بيتعبد فيه الراهب، أول لهدمت وبيع الكنائس، الصلوات، معابد اليهود، ومساجد ذكرها في الآخر، وذكر المساجد، يعني من مسوغات إعلان أو فرض القتال على المسلمين رفع الظلم وحماية دور العبادة بما فيها الكنائس والمعابد. وهذا ما كان عليه سيرة المسلمين، فإن عمر بن الخطاب من أشهر ما فعل عندما دخل إلى القدس هو حماية كنيسة القيامة، أعطى الأمان والعهد المعروفة في التاريخ حتى اليوم بالعهدة العمرية بالحفاظ على كنائس اليهود ودورهم المسيحيين. إذن أصل العلاقة السلام مع الناس جميعا. لكن هل لأهل الكتاب خصوصية؟ نعم، لهم خصوصية، لهم خصوصية، وخصوصية كبيرة كمان. محاولة التقريب معهم من خصوصية أهل الكتاب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. تقريبا نقول تعال أهل الكتاب نتكلم مع بعض، إحنا بنؤمن بما أنزل إلينا وأنزل إليكم، بنؤمن بالقرآن ونؤمن بالتوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد خالق السماوات والأرض ونحن له مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شو مناداة، تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم. هذا التقريب مطلوب مع كل الفئات، ولكن مع أهل الكتاب نص عليه. أصبح هناك نصوص تأمر أن دائما نفتح حوار مع أهل الكتاب. لماذا؟ لأن أصل دينهم التوحيد، فرق كبير جدا قد لا ينتبه إليه البعض. الدين اليهودي أو الدين المسيحي دين أصله التوحيد، قام عليه أنبياء، نحن نؤمن بنبوتهم وبعصمتهم وبأنهم مسلمون. دين قام عليه موسى وهارون، ودين قام عليه عيسى، فأصله التوحيد، وما طرأ عليه طرأ بعد ذلك كما طرأ حتى على المسلمين. هناك فرق في المسلمين أضل منهم يعني فيما ذهبوا إليه، فرق كثيرة. إذن لكن أصل الدين هو التوحيد. وأنا ذكرت في الخطبة الماضية أتباع أريوس اللي هم الأريوسيين كانوا موحدين حتى
يعني بعد عيسى بمئات السنين، بل إني كما قلت حتى الأمش هنا ولا أقرب إليهم كما ذكرت في المرة الماضية. إذا لماذا نص القرآن على أن يكون لهم معاملة خاصة في الحوار والتقارب؟ لأن أصل دينهم كأصل ديننا، وهو التوحيد، الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح، ثلاثة أشياء أساسية. سنتكلم عن هذه الثلاثة في الخطبة القادمة، ونحن نتكلم عن الجنة والنار في موضوع أهل الكتاب، لكن هذه الثلاثة هي أساس هذه الديانات الثلاث: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. هذا هو أساس الدين عندهم، وما طرأ بعد ذلك طرأ من الناس. ولذلك من أجل هذا أمر القرآن أن نقيم معهم حوارا، لأن المسافة ليست طويلة كالتي بيننا وبين دين أساسه الشرك والوثنية. ماذا تفعل مع دين أساسه الشرك والوثنية؟ ليس كدين أساسه التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر، ولكن طرأ عليه تغيرات من الناس بعد ذلك، فلهم خصوصية في هذا الأمر. أيضا خصوصية في المعاملة الاجتماعية الراقية في أدنى صورها وفي أعلى صورها. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل من سور الأحكام، آخر سورة في سور الأحكام نزلت من السماء سورة المائدة. ماذا تعني هذه عند العلماء؟ تعني أن أحكامها قطعية نهائية، لا يتطرأ عليها لا تغيير ولا نسخ، هذا هو المعنى. أما نقول أن المائدة آخر ما نزل من الوحي يحمل أحكاما، معناها أن الأحكام التي في هذه الصورة أحكام نهائية، لم يأتي بعدها وحي ينسخ أو يعدل أو يغير، هي أحكام نهائية. ربنا في هذه الصورة التي فيها الأحكام النهائية يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان. هذه الآية لما تذهب إلى التفسير ستجد يتكلمون عن أحكام أطعمة أهل الكتاب، وبخاصة في الذبائح، وتتوه في فقه الأحكام الخاصة بالأطعمة، ثم تنتقل إلى الزواج أحكام أخرى. كما قلت، ما أهمية عندما نتعرض للقرآن الكريم أن نتعرض له في سياقه أولا؟ طبعا بعض الذين ينطقون من كلامي قالوا: الشيخ لا يريد السنة في تفسير القرآن ولا الرواية. أنا لم أقل هذا، ومن قال ذلك فهو يفتري علي، إنما قلت أن السياق أولا، لأنه وحدة السياق في غاية الأهمية حتى نفهم كلام الله، ثم الروايات وأقوال المفسرين والعلماء تأتي بعد ذلك وليست قبل ذلك، لأن الانحراف في فهم آيات القرآن الكريم هو عدم جعل السياق هو المحدد الأول في فهم آيات الله. عندما تأتيني آية واحدة فتتكلم عن الطعام وتتكلم عن الزواج، إذا أنا ذهبت أفسر الطعام وأفسر الزواج كأن آية واحدة تتكلم عن موضوعين لا علاقة بينهما، وهذا ليس كلام الله. كلام الله هو التناسق، هو التناسق. آية واحدة يبقى بتتكلم عن موضوع واحد، ممكن يكون له صور، مصاديق. مصاديق معناها تطبيقات، يعني تطبيقات في الحياة مختلفة لكن المعنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ العلاقة مع أهل الكتاب، العلاقة الاجتماعية. مصاديقها يعني تطبيقاتها في الحياة. أدناها الطعام، وعلى فكرة الآية في الاستضافة أكثر منها في نوع الطعام حله وحرمته، يعني ممكن تضيفوهم وهم يضيفوكم، وإلا ما معنى أن ربنا يقول وطعامكم حل لهم؟ يعني إيه مثلا؟ يعني أنا شرعي هيلزمهم أن طعامي حلال لكم غصب عنكم؟
حتى لو يعني مثلا اليهود مثلا يعني عندهم محرمات كثيرة ليست عندنا، عندهم حتى بعض الأسماك نفسها اللي هو البحر محرمة عليه. أروح أقول لهم بنص ده، بالذات لو هم في دولة مسلمة وأنا قادر عليهم، لا لا لا، طعامنا الذي نأكله حل لكم، بدكم تأكلوا هذا حتى لو محرم عندكم في التوراة. لا لا طبعا لا يمكن يكون المعنى المقصود كده، إنما المعنى المقصود وطعامكم حل لهم يعني تقدروا تستضيفوهم، يأتوا إلى بيوتكم ضيوف يأكلوا من طعامكم، وانتوا لو دعوكم إلى طعام روحوا عندهم اقبلوا دعوتهم، ما تقولوش لا ده مسيحيين ويهودين مش هناكل عنده، لا روح كل، واللي يقدمه لك ما تقولوش ذبحته ازاي، لا تسأل كيف ذبحه، لأن ربنا أباح لك تأكل طعامه بالطريقة اللي هو عمله. لا تقول له ده أنا عايز تكون مخنوقة، ولكن لكن إن قدم لك جنس المحرم قول له أنا ما باكلوش، إذا قدم لك خمرة ما تشربهاش، إذا قدم لك خنزير ما تاكلهاش، لكن إذا قدم لك لحوم وغيرها كل، وما تسألوش تجيبها منين. ليه؟ لأن ربنا قال لما يستضيفوك روحوا استضيفوه، اقبلوا الدعوة بتاعتهم. هذا هو المعنى الأعم الأكبر من أنك تناقش ما حل لي في طعامهم وما حل لهم في طعامكم، ولأن شرعي لا يجبرهم على أن يأخذوا طعام حلال لهم، وبخاصة اليهود الذي عندهم قائمة طويلة من المحرمات ولا يأكلون إلا الكوشر وغيره، وأنتم تعرفون ذلك، هم يعني مضيق عليهم في هذه المحرمات أكثر منا. إذن المعنى بتاع الآية إيه؟ في العلاقة الاجتماعية الحسنة، أقل تطبيق لها المصداق الأدنى لها هو الضيافة، يدعوك لبي ادعيهم لطعامك ولا تتحرج. أعلى مصداق الزواج، أعلى تطبيق الزواج، ده أعلى ما يمكن أن يصل في العلاقات الاجتماعية. ولذلك ربنا سمى الزواج إيه؟ مصاهرة، مصاهرة مش نسب، النسب في الدم، أعرف أن اللغة العامية المستخدمة نسب، أنسباؤنا يعني يقصدوا، هذه خطأ يعني شائع وهو ليست لغة عربية، إنما اللغة العربية المصاهرة، النسب هو الدم يعني ابنك وأخوك وعم هذا نسب، أما المصاهرة العلاقة التي نشأت بسبب الزواج تسمى مصاهرة. شوف اللغة العربية متى كيف سمتها، مصاهرة، عارفين مصاهرة من أصل صهرة، يعني كأنك جبت شيئين مختلفتين وصهرتهم حتى امتزجا، هذه أعلى درجة من درجات العلاقات الاجتماعية. ربنا يقول مع أهل الكتاب خصوصا اوصلوا بالعلاقة الاجتماعية من أدناها إلى أعلاها، من أدناها تقبلوا دعوتهم على الطعام، وإلى أعلاها أن يكون بينكم تزاوج. طبعا هنا الآية واضح أنها خصصت زواجنا لنسائهم، ولم تبح بشكل واضح زواج رجالهم لنسائنا، هذا موضوع آخر يعني ليس هذا عليه إجماع فقهاء المسلمين، وإن شذ بعض العلماء في أن خرم هذا الإجماع، لكن هذا ليس مجالي. أنا شخصيا الآن في الولايات المتحدة الأمريكية أرى بكراهة حتى تصل إلى التحريم بزواج المسلمين من الكتابيات، لأن لما تذهب في تحليلات العلماء والفقهاء وما إلى ذلك ستجده تدور حول النسب، حول الأولاد، مخافة الأولاد، حتى بعضهم قال يعني سيدنا عمر بن الخطاب أمر حذيفة بتطليق الكتابية، وأمر المسلمين ألا يتزوجوا في فتحاتهم من الكتابيات وغيرها بهذه الآية. لماذا؟ له أسباب، قال من للمسلمات، وقال فيهن خلابة، وممكن تقع على ناس لا تعرف لهم نسب ولا تعرف لهم شيء، وتقع يعني الأسباب مهمة. أنا أقول هذا الوضع، الرجل في بلاد الغرب ضعيف، يعني أنا حضرت إشكالية قالت له لا الأولاد لا مسلمين ولا مسيحيين ولا أي حاجة خالص، أما يوصلوا 18 سنة يختاروا اللي هم عايزين، اتفاق بين زوج وزوج، أنا شفته يعني سمعت. إذا هذه الخطورة التي أتكلم عنها لم تعد تفرق بين الرجل وامرأة، لأن الوضع اللي أباح عليه الفقهاء واتفقوا وأعملوا هذه الآية كانت في بلاد كان الرجل فيها هو الذي يعني حتى الدولة نفسها تنسب الولد مباشرة، ما بتتركش الأمر لا للزوج ولا للزوجة. لكن عشان تعرفوا فقهاء المسلمين اهتموا بموضوع الزواج في موضوع الأولاد إلى أي حد، قالوا لو أنت في دولة إسلامية مثلا وتزوج كتابي من غير كتابية مشركة يعني
الدولة تجعل الأولاد تبع من قالوا للكتاب، حتى ولو كان الكتاب هو الأم أو الأب، يعني مش عشان الأب بس لا، قالوا حتى لو أني كتابية تزوجت من مشرك أو وثني وفي بلاد المسلمين، يكتبوا الولد لمين؟ قالوا للكتابية كما يكتب للكتاب. قالوا لماذا؟ لأنه أفضل للولد يكون كتابي وما يكونش مشرك، وإذا كان أحد الطرفين كتابي أو مسلم ينسب للمسلم وهكذا، يعني يرفعوه دائما في نظر الفقهاء، يرفعوا درجة في النسب. شوف فقهاءنا كيف كانوا يفكروا، فكروا في الأولاد والذرية. إذا إحنا بنفكر بنفس الطريقة فأنا أرى عدم جواز في الظروف التي نعيشها حتى المسلم من الكتابية. لكن هل هذا قانون عام؟ لا لا لا، ما أحد يحرم ماله. وذلك سيدنا حذيفة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل سيدنا عمر، قال له أتحرمه؟ أنت بتحرمه وربنا بيقول أحل لكم الطيبات، وذكر له الآية في سورة المائدة، قال لا لا أحرم، أنا لا أستطيع أن أحرم. لكن سيدنا عمر تصرف تصرف الحاكم، ومن حق الحاكم أن يقيد الحلال. حطوا تحت دي 10 خطوط، من حق الحاكم المسلم أن يقيد الحلال، مش يحرم. التحريم والتحليل حق لله، حق لله. فقهاء الأصول حتى نفسهم قالوا هل هذا حق لرسول الله؟ قالوا لا، الرسول تابع لله بينفذ ما يوحى إليه، قل إنما أتبع ما يوحى إليه، فهو حق لله. لكن من حقه أن يقيد حلالا، نعم من حقه يقيد حلالا، نعم من حقه كولي أمر إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين. إذن سيدنا عمر عندما قيد هذا الحلال كان يراعي فيه المصلحة، كان يراعي فيه المصلحة. يبقى شبهة قد يقذفها في وجوهنا آية التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية في سورة التوبة، وكما قلت وسأظل أقول إلى أن ألقى الله، نفهم الأول القرآن في سياقه، رضي من رضي وأبي من أبى، لابد أن نفهم الآية في سياقها، سياقها القرآني، ثم ننتقل إلى السياق التاريخي. السياق التاريخي، كثير من الأحكام التي وضعت لأهل الذمة، أصحاب الذمة، وسأشرح معنى الذمة ومعنى الصغار ومعنى اليد، لكن نظرت إلى الساعة فوجدت العقارب قد أسرعت، سأجعلها موضوع الخطبة القادمة إن شاء الله، لن نفهم. لكن نقطة مهمة قبل أن أختم، معظم إن لم يكن 80% من أحكام أهل الذمة وبخاصة ما اختص به النصارى دون اليهود نشأت في ظل ظروف تاريخية كان فيها المسلمون في حرب ضروس مع الصليبيين، وكان بعض كما قلت كما يقول القرآن الكريم بعض النصارى من بلاد الإسلام كانوا يوالونهم وكانوا ينقلون لهم الأخبار في هذه الأجواء. ألف ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، ثم جاء بعده ابن القيم وألف أحكام أهل الذمة في هذه الأجواء. لازم نفهم المفتي ولا الفقيه متى ألف هذا الكتاب. لكن للأسف تجاوزت الأمة هذه المرحلة التاريخية التي طالت، وبقيت أحكام ابن قيم وابن تيمية كما هي يتعامل بها الناس حتى اليوم. ولذلك اضطر مثلا واحد مثل الشيخ القرضاوي حفظه الله، وهو كما أقول ليس من مدرسة أهل الرأي الخالص، هو رجل بمدرسة أهل الحديث، ممكن تسميه الفقيه المحدث، فهو تبع مدرسة أهل الحديث يعني، ولكنه فقيه، حاول معالجة هذا الأمر وبين في كتابه غير المسلمين، غير المسلمين في المجتمع المسلم، كان يريد أن يعالج المشكلة التي وجدت في كتب ابن تيمية وابن قيم. ولذلك
الكتاب بتاعه لم يتجاوز 100 صفحة، في حين ان كتاب احكام اهل الذمة لابن قيم الجوزية 1600 صفحة، اكتر من 1600 كمان، حول 1700 صفحة. كتاب احكام اهل الذمة لابن قيم يتجاوز 1700 صفحة، اسهب جدا ابن قيم الجوزية. الشيخ القرضاوي كتابه ما لا يصل الى 100 صفحة، لكن الشيخ القرضاوي جاء في عصر حضاري والمستشرقين والشبهات اللي قاعده بتعصف بالمسلمين في كل حته وقتل غير المسلمين وكذا، فجاء كتابه نتيجه للواقع اللي بنعيشه. ولذلك عدل بقى، بدا بحقوق اهل الذمه وحمايتهم وحريتهم وكذا، وحاول يعالج الاشكاليات التي ظهرت في الجزيه والكذا، هذا نتيجه تغير الزمان. فاللي تسمعوه أحيانا من أحكام أهل الذمة ليست حجة على الإسلام أبدا. القرآن الكريم لما تكلم عن أهل الكتاب كان أغلب كلامه على اليهود، كما قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة كان حوالي 4000 في المدينة من اليهود، طبيعي أن الحوار يكون معهم، وكان ذكر النصارى قليل. لكن اللي حصل تاريخيا بعد ذلك أن شبه اليهود اختفوا من تاريخ المسلمين وأصبحوا رعايا في الدولة المسلمة لا يمثلون أي خطورة، وأصبح النصارى هم الأوروبا والرومان وغيرها والحروب والصليبية والكذا، فأصبح الفقه ينصب عليهم أكثر ما ينصب، هذا أمر طبيعي يعني. هو الفقيه اللي هيكتب خيال يعني، حتى لو كان القرآن أغلب كلامه على اليهود، لكن الواقع ما فيش فيه يهود، الواقع فيه نصارى الآن. إذن هذا الأمر يحتاج أن نفهمه في سياقه التاريخي كما نفهمه في سياقه القرآني، ثم ليس كلام هؤلاء الفقهاء مع علو قدرهم، مع علو قدرهم حجة لا علينا ولا على الإسلام، إنما هم متأثرون بواقع عاشوه فأنتجوا فقه متأثر بهذا الواقع، وده أمر طبيعي. حتى التفسير نفسه المفسرون يتأثرون بعقائدهم ومذاهبهم وثقافتهم ومجتمعاتهم. سأبين هذا في الخطبة القادمة، ما هي الجزية وما كيف يعطوها عن يد وهم صاغرون، ولماذا أمرنا بقتالهم مع أنك شيخ بتقول إن لهم خصوصية في المعاملة، من الذين أمروا بهذا القتال؟ لا أريد أن أبدأ فيه الآن، في الوقت قد بر، أجعله في خطبة مستقلة المرة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقيقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، علمنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا ممن يؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ويتلونه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعله دليلا لنا إلى الخيرات، اللهم اجعله دليلا لنا إلى الخيرات، اللهم اجعله دليلا لنا إلى الخيرات، واحفظنا به عندما تموج الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء، حرر المسجد الأقصى الأسير، وحرر فلسطين، وارفع الهم عن كل بلاد الإسلام والمسلمين، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. احفظ علينا أبناءنا، واحفظ علينا أزواجنا، واحفظ علينا ديارنا، واحفظ علينا مؤسساتنا، وبارك في أخوتنا، اللهم بارك في أخوتنا، وبارك في أبنائنا، ولا تفجعنا فيهم، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم، صلاة